سؤال تاني بيقول لي: قدسك بنعمة ربنا شجعتني وتوبتني، بس الشيطان مش سايبني، طول ما بصلي بلاقي أفكار في دماغي ولاقي فكري في حتة تاني. بص حبيبي، جهاد الفكر محبوب عند ربنا، جهاد الصلاة. يعني إيه؟ كلنا نتحارب إن مخنا يسرح وقت الصلاة. معلش، لو تقدر تسجد أسجد السجود يلم الدماغ شوية، لو تقدر تصلي بصوت عالي، لو تقدر ترفع إيديك، امشي بسرعة مناسبة في الصلاة عشان ما تسيبش دماغك تسرح قوي. يعني حاول تستخدم نغمات الكنيسة لأنها برضو بتساعد على التركيز. إنما حتى لو سرحت ما تخافش، ربنا بيحبك لأنك بتحاول، طول ما بتجاهد ربنا فرحان بيك. سؤال كمان بيقول: